بسم الله الرحمن الرحيم. أنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. مستخلف يعني أنت خليفة، يعني مو إلك، كل شيء مو إلنا. لما جينا إلى الدنيا كنا نملك شيئا؟ لا. بعدما نذهب من الدنيا هل نملك شيئا؟ هم لا. شنو هذا معناه؟ أنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، يعني أنت وأنا عندنا دار أو عندنا عقار أو عندنا مليون أو رصيد، إننا مستخلف يعني خليفة. أي عاقل لا ينفق مما هو مستخلف ليؤخذ منه؟ فرد واحد جعل في يدك مليون دينار أمانة وقال بعد شهر أخذ المليون منك، وكل ما أنفقت إليك مو مهم، صح ومو صح؟ أنت لازم تكون عاقل كل ما تتمكن تنفق، لن يأخذ منك أول وأخير. فإذا كنت عاقلا وكنت عاقلا أنفق منه ومنه ومنه ومنه، لأن هو أودع عندي مليون دينار وقال بعد الشهر بعد سنة كل الفلوس استرجع، وإنما لك ما أنفقت. ننفق وما لم ننفق إلا أن يكون الإنسان مجنون حقيقة لا ينفق. أنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، يعني أنتخل، يعني هذا شوف هالدار، هاي مو إلي، هاي شعارية، وكذلك السيارة مو إلي شعارية، البيت مو إلي، البنك مو إلي، الرصيد مو إلي، كلها عارية. وما المال والأهلون إلا ودائعا ولا بد يوما أن ترد الودائع. بالنسبة إلى كل إنسان الدنيا خان. الإمام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام يقول الدنيا دار ممر والآخرة دار مقر، فخذوا من ممركم لمقركم. وخذ منها حتى هناك اللي تروح تريد تروح تستقر ليكون لك شيء. فخذوا من ممركم لمقركم ولا تهتكوا أستاركم عند من يعلم أسراركم. بتتك سترك، خمر علني يشرب، زنا علني يسوي، مال الناس علني يأكل. بس لا تقولوا هنا لاكو خمر لاكو زنا، والعياذ بالله. أنا ماكو، أما إذا رحنا إلى لندن هم ماكو خمر وماكو زنا؟ إذا رحنا إلى القاهرة ماكو خمر وماكو زنا؟ إذا رحنا إلى البصرة، إذا رحنا إلى عبادان ماكو؟ أكو. ولا تهتكوا أستاركم عند من يعلم أسراركم، فإن المرء إذا هلك يموت، كلنا نموت، وإذا متصدق روح على المغتسل وروح على صليب خات المقبرة، شوف يومية لا إله إلا الله يومية بالراديو ساعة 8، أخذه إنا لله وإنا إليه راجعون. مات فلان عن عمر يناهز 24، 55، 98، وعلى هالمعادلة هذول منه مثلنا بس قافلة تمشي. هذا هو يومية بالراديو، بعض الأيام اثنين يقول، بعض الأيام ثلاثة. منه؟ الإمام يقول فإن المرء إذا هلك قال الناس ما ترك. كل واحد اللي يموت يقول شنو عنده؟ هذا عنده قصر، عنده سيارة، عنده 50 مليون في البنك، عنده أولاد كذا. فإن المرء إذا هلك قال الناس ما ترك وقالت الملائكة ما قدم. الملائكة يشوفون هناك، يسأل بعضهم عن بعض، هذا شنو مسوي لنفسه؟ صلاة، صوم، حاج، خمس، انفاق، خير، حسينية، مدرسة، مسجد، مساعدة فقير، شنو مسوي؟ أما الناس يريدون شنو عنده من أموال. فإن المرء إذا هلك قال الناس ما ترك، هاي كلام الإمام أمير المؤمنين. ووصل أصدقاء كل واحد يشتري نهج البلاغة بكل صورة،
وتحفظوا به وقرؤوه، لأن كله وعظ وإرشاد وهداية ورؤية وتوجيه وتبصير لكل فنون الحياة. يعني يريك الحياة هذا الكتاب، الحياة شنو أولها شنو آخرها، شنو وسطها شنو أموالها شنو عزتها شنو سعادتها، كلها هاي كتاب تريك مثل المرآة، بس مرآة تريك وجهك. هذا الكتاب يريك الحياة، هذا الكتاب يسمى بنهج البلاغة. فإن الإمام أمير المؤمنين نكرر الكلمة يقول عليه الصلاة والسلام: الدنيا دار ممر والآخرة دار مقر، فخذوا من ممركم لمقركم ولا تهتكوا أستاركم عند من يعلم أسراركم، فإن المرء إذا هلك قال الناس ما ترك وقالت الملائكة ما قدم. وهذه الآيات المباركة التي تلوناها: أنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. أنت موظف في المستقبل، يجيك فرد إنسان يريد منك شغل، إمضاء بيدك الآن، بعد أيام قلائل يدك تحت التراب، مليون سنة تحت التراب وما تتمكن نصف إمضاء تسوي. واحد يجي عندك فلوس في جيبك دينار، يريد فقير هذا الدينار، راح إذا ما أعطيته، راح إذا أعطيته بقي. دكتور تفرد واحد مريض راجعك وما عد شيء، أركله. مهندس فرد واحد جاءك ويريد بناء مسجد، مجان سوي المسجد له، خلي هذا لله مو كل للدنيا. وعلى هذا المعدل المحامي والطبيب والمهندس والحقوقي والقاضي وما أشبه. فرد يوم كنت عند فرد صراف في كربلاء، فرد صراف كان ضخم حقيقة، ضخم صراف الله يرحمه توفي، وكان مجموعة صراريف أقرباء، يعني 1 2 3 4 صراريف أقرباء، كلهم عندهم أملاك وأراضي وبساتين وكل شيء وفلوس مثل البنك. إحنا ما أدري، ما شايفان الصرافين، لكن أنتوا شايفين صراف شنو شغله، ليل نهار يعطي فلوس ويأخذ. أنا قاعد يمي أريد فلوس، يعني أريد أصرف يمي فلوس، صديقي هو الله يرحمه هم توفي. فرد واحد جاء فقير وقادس دنانير وتوامين ودولارات، لكن أيام حرية في العراق أمامه. فرد واحد جاء قال له على أنا، وفي السيد فقير كان متبين منه، قال: حجي فرد 5 دنانير قربني. قال: ما عندي فلوس. حقيقة أنا تأذيت من القصة على أنا أكثر من 25 سنة، تأذي إلى الآن باقي في ذهني. يا عم المتفهم، شنو هذا المكدس؟ أعطي فرد 5 دنانير قرض، قرض أمراضها، مرض بلاش، ما عندي فلوس. أنا شفت هذا الصراف تكسر، وصديقه وقريبه تكسر، وصديقه الثالث وقريبه تكسر، وصديقه الرابع وقريبه تكسر، وكلهم ماتوا كمدا فقراء. أنا شفت 4 كلهم صراريف، في بغداد عندهم ملك، وفي إيران عندهم، وفي كربلاء عندهم، وشخصية وفلوس وضخامة، كلهم تكسر. راح إلى حيث ألقت رحلها ومقشعة. حتى أنه في أيام الأخير مال هذا نفس الصراف اللي أنا شفته، نفسه في الأيام الأخير ماله كان في كربلاء، كان يربي في بيت الدجاج ويبيع حتى يقوت به دجاج ها، يعني يجيب بيه في بيته يبيع دجاج يقوت به، قوت يبيع دجاج 100 فلس يربح فيه. هذا اللي عنده أراضي وعنده بيوت وعنده ملك وكل شيء، كل شيء راح ومو له يروح، الكل يروح. أنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. هالشباب اللي يجون للديوانية، اسأل من كل واحد منهم، وأي شايب عندك، صديقك، عمك، أبوك، جدك موجود، اسأل منه في الكويت كم واحد أثرياء تكسروا راحوا، اسأل منه. شوف أكو فرد واحد من يذكر لك فلان تكسر راح، من يذكر لك؟ الحياة هكذا. فنحن خلفاء، بيتنا، سيارتنا، فلوسنا، رصيدنا، وظيفتنا، شخصيتنا، كلها عارية. إنما الدنيا عواري والعواري مستردة. طيتك عباتي عارية، يعني شنو يعني لك صار؟ لا،
باشر أخذ منك عارية يسمى. إنما الدنيا عواري والعواري مستردة، شدة بعد رخاء ورخاء بعد شدة، لا تدور. ونسأل الله التوفيق لما يحب ويرضى.